نروح للمؤتمر الصحفي للمغرب وناميبيا، وبعد كده ننتقل على تحركات اللعيبه مع كباتننا داخل الاستوديو. المؤتمر الصحفي لمباراه المغرب وناميبيا على الهواء مباشره معانا من خلال اللعيب على ام بي سي. نتوقع أن نلعب أفضل من البطولات السابقة، هذا يتطلب أن نفوز بالمباراة. من المهم أن يكون الانطلاق قويا وأن نأتي بعنصر المفاجأة لتذهل أفريقيا كلها، وليعرف الجميع أننا لسنا هنا فقط لتحقيق أرقام. من المهم أن يكون الانطلاق قويا وأن نأتي بعنصر المفاجأة لتذهل أفريقيا كلها، وليعرف الجميع أننا لسنا هنا فقط لتحقيق أرقام. سوف ننافس بكامل طاقتنا كما تعودنا دائما ولن نتغير. الأفضل أن نبدأ بالفوز وأن تكون المباراة الافتتاحية مبهرة. لا أدعي أن الأمر سهلاً، فالكأس الأفريقية بطولة شاقة، والمباراة الأولى هي بمثابة نقطة الانطلاق نحو الكأس التي تمثل نقطة الوصول، وما بينهما محطات من الفوز والتعادل. تنقسم المباريات إلى النصف الأول والنصف الثاني، ولعل النصف الثاني من كل مباراة لا يحتمل الأخطاء الفنية ويحتاج إلى تركيز وتصميم. تألق اللاعب محمد صلاح هذا الموسم، ونحن نحتاج بالفعل للاعب ماهر مثله ليقود الهجوم، وبلمسته السحرية للكرة قد يحول مجرى الأمور وسير المباراة تماما. لا بد أن نلعب بنفس روح الفريق وثبات الأداء الذي لعب به فريق المغرب عام 2015، لأن الفريق تألق بأسلوب رائع وتحدث عنه الكثيرون باعتباره فريق متميز.